السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وما تنسوش يا شباب اللايكات والتعليقات عشان المسابقة اليومية، هنختار فيديو من الفيديوهات كل يوم وهنعمل عليه سحب على 10 روبل، إن شاء الله الكل يفوز معانا. المسابقة مستمرة. النهاردة يا شباب هنعمل إثبات سحب الموقع استثمار الروبل اللي احنا شرحناه امبارح دوت. الموقع بيسحب كل يوم، ليك سحب مرة واحدة في اليوم. الموقع يا شباب كنا شرحناه امبارح اهوت، والنهارده هنعمل له اثبات سحب. طريقه تسجيل في الموقع، بنيجي من هنا يا شباب بنحط الايميل والباسورد، بعد كده بنيجي من هنا بنحط الايميل والباسورد وننقل الرقمين دول هنا اهو، وبنعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل. طبعا احنا اودعنا امبارح الموقع بيدينا هديه 5 روبل اول ما بنسجل بناخدها من هنا، وودعنا 20 روبل، بقى عندنا 25 روبل. وهنيجي انا عملت اثبات سحب ب5 روبل امبارح، كنت بجرب الموقع ودفع معايا كده، هجمع الرصيد بتاعي اللي هنا هتنقل فوق بقى 27 روبل زي ما انتم شايفين. وهنخش نعمل اثبات سحب ب27 روبل. هنخش كده يا شباب بنحط عنوان المحفظه بتاعتنا الاول وبنعمل حفظ، وبعد كده نبدا السحب بتاعنا. بنحدد من هنا محفظه البير ونخش على البير. اخر 10 روبل كانت عندنا كنا اودعناها في موقع، نعمل ريفرش بس ايه تأكيد للصفحة اهو يا شباب. بعد كده هنخش على الموقع ونعمل طلب سحب. السحب من هنا يا شباب، معلش انا هحدد كده ونعمل طلب سحب. زي ما انتم شايفين يا شباب السحب اتصفر اهوت، وبكده السحب تم. هنخش على البير ونعمل ريفرش. اهو يا شباب 27 روبل اهو 94 سنت بعد عمولة البير. وبكده يا شباب الموقع صادق. الناس كانت بتسألني الموقع صادق ولا مش، لا كان في ناس بتسألني. اهو الموقع قدامكم، السحب قدامكم مباشر. طبعا من الموقع هنيجي نخش على الصفحة. لو انت حابب ان انت بتعمل ايداع، بتيجي من هنا تعمل عملية استكمال ديت، بتختار المحفظة اللي انت هتودع منها وتحط المبلغ هنا وتعمل استكمال، بيخليك توصل للايداع ويوصلك للمحفظة وتعمل الايداع اللي انت عايز تودعه. تمام. الخطة في الموقع ده لمدة 7 ايام، انت بتعمل ايداع لمدة 7 ايام بتقدر ان انت تسحب. وهنا بتحط المبلغ يقولك ارباحك هتبقى قد ايه، يعني هنا لحد 100 روبل، هنا لحد 1000 روبل 30%، لحد 5000 روبل 40%، لحد 10000 50% يا شباب. تمام. من هنا جمع الارباح بتاعتك زي ما وريتكم، بتتنقل فوق لرصيد السحب، وبعد كده بتخش على السحب وتحط المحفظه بتاعتك وتعمل طلب سحب. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشارك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.